أنا بالكتابة النص بالقصة، لأنه القصة يعني من عندي، يعني أنا اللي كنت أعطي السيناريو أو أحكي القصة للسيناريست، أما بالإنتاج ما شاركت. يعني الفيلم بصراحة بيعكس صورة واقعية عن الأوضاع الشباب الفلسطيني، مش بس محمد قصة بسيطة من هاي القصص، قصص الفلسطينيين واللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات. يعني الفيلم بجسد محمد وحياة كتير من الشباب والأطفال، خاصة الفلسطينيين اللي عندهم مواهب وبيبحثوا دائما عن إنهم ينموا هاي المواهب، وإنه هم كل همهم الأطفال الفلسطينيين إنه يعيشوا بأمن وسلام وكرامة ويقدروا إنهم يحققوا أحلامهم. أكيد شفت فيلم كتير رائع صراحة، يعني من أكتر الأفلام اللي بصراحة عجبتني لما تفرجت عليها، في قصة وفي هدف، وأنا بحب الواقعية أكثر يعني بالدراما أو بالسينما. يعني أفضل ذكريات يعني أهلي، الشارع، الحارة اللي أنا فيها، هاي أكتر أشياء يعني كانت من أجمل الأشياء. رحتنا هيك على المدرسة، جمعة الأهل والصحاب وجيراني، هاي أكتر أشياء يعني كتير بحبها وكتير يعني ما راح أنساها. السفر قديش كان صعب، يعني هاي أكتر شغلة. أيام ما كان يكون حلقة النتائج، يعني هاي قديش كان الواحد يكون يحس بتوتر وقتها، والأحلى من هيك لما كنت أطلع على المسرح ومحضر الأغنية، كيف بفكر إنه أنا لازم يعني أقدم بالطريقة اللي أنا أبين إنه في عندي قدرات الصوتية، إمكانياتي، الطريقة اللي أنا بغني فيها، نوع الأغنية اللي أنا راح أغنيها ولمين. كتير رائع، يعني بتعطي فرصة للشباب، خليني أحكي، ولو الموهوبين، يعني بتعطيهم فرصة إنهم يحققوا أحلامهم، إنه يكونوا موجودين، إنه بتبحث عن الأصوات المميزة وبتعطيها فرصة إنه هي تنشهر وتكون فنانة، يعني زي النجوم الصف الأول بالعالم، خليني أحكي، أو بالعالم العربي مثلا. بصراحة سمعت، يعني أنا المشكلة عندي بالإيطالي كتير صعب، يعني بالإنجليش ممكن أستوعبه أكتر، بس في المطرب هذا، يا الله خليني أتذكر اسمه، قديم هو شوي، إيش ريكاردو، مش ريكاردو، إشي هيك نسيت الاسم، بس في أغاني كتير حلوة. يعني إنه إيطاليا كتير رائعة، كتير حلوة، روما، ميلان كمان كتير حلوة على فكرة. يعني بس الأكتر إشي بتلاحظ فيه قديش إنه فن العمار، التاريخ الموجود، كيف إنه بهال خليني أحكي إنه البلد مبنية، قديش إنه إيطاليا بتعتز بتاريخها، وبعتقد إنه يعني شيء عظيم إنه يعني تعتز بهذا التاريخ، لأنه عن جد شيء كتير عظيم. يعني هذا موضوع يعني كثير الواحد نفسه يحكي فيه، لكن أنا لست رجل سياسي، ولكن أنا بحكي موقفي كإنسان، خليني أحكي، أو كفنان. كلنا بندور على الأمن والأمان والسلام والحرية والديمقراطية في بلادنا، وهذا كله يعني، أو الموضوع هذا خاصة، ويمكن موضوع سياسي بالدرجة الأولى، بتقدر تسأل أصحاب القرار بالعالم، هم بيقدروا يجاوبوك أحسن مني. بس أنا بقول حرام الناس اللي قاعدة بتدفع عمرها من بهالحروب وهالمشاكل اللي خلقوها، خليني أحكي، اللي لهم بكار السياسة، وليس الناس العاديين. الناس العاديين والمدنيين هم اللي بيدفعوا دائما الثمن. تشي فيديانو اتشينما.